السلام عليكم عمي، قواك الله. الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يعينك بالحرب. الحمد لله تسلم. الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. احنا نطلب من الله ومن هاي الدوله ان شاء الله الجديده ان شاء الله تصير. نعم. ندير بال على البخيل. هاي شنو انا هسه عمري 60 سنه واتبع عربانه، لا حقوق عندي، لا راتب عندي، لا رعايه عندي. اروح للرعايه يقول لي ما يشملك، عمرك 60 يري فوق 60، لو تعطي فلوس يسووا لك. ما عندنا والله كلمة، عايشين على الله على العربانه الحمد لله والشكر. انت ما كنت موظف؟ ما كنت؟ لا والله لا موظف ولا عارف. انا رجال حلاق بس انضرب الجلطه فحد ما اقدر امارس شغلتي. انا حلاق انا باب الشغل، من ضرب الجلطه بعد ما اقدر امارس شغلتي. فالدكتور قال لي امشي حرك نفسك شوي هيك ضد الجامد. فاشتغلت بالعربانه هاي صار لي 6 سنوات والسوق تعبان، هاي قاعدين اجار لا راتب، لا قلت لك لا عندنا راتب اجار ما نطلع لا قد حد قاع لا لا ما يقدرون اخلي يطلعونه. بس شغلك شنو؟ ها؟ بيع لو تحمل؟ لا ابيع. بيع؟ ايه. بناطير بس؟ بناطير. بناطير واحد بلف. مستعمله لو جديده؟ مستعمله واحد بلف 500 هديه و500 لو بالمال. هاي اذا بعنانا فد 20 بنطرون بلف؟ بلف بلف. يعني انت من البنطرون الى 500 دينار؟ 500 انا والبيع على السوق هذا التعبان وعلى التراب. بنطرون ب 500 دينار؟ يعني اذا البارحه انا 11000 دينار بايع، 5.5 صاحبي و5.5 لي، وبيتنا باليمين. وقاعد اجارب 500 و500 نبي. عندك سياره توك توك؟ شو ما عندي لا توك توك ولا سياره. ليش يوصلك من نال الامين؟ نفرات. نفرات؟ اي أيوة والله. الله يعينك. الحمد لله والشكر. والله يا رب يرزقك حجينا من حيلك بهذا الدعاء. ان شاء الله الله يحفظكم ويحفظ العراق وان شاء الله. برضه يا سلام على العراق. عزك الله. ان شاء الله ان شاء الله بجال حسين. نتمنى لك الموفقين. الله يحفظكم. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. عزك. وخلي ان شاء الله هاي الدوله بكت الله قلت لك عينها على الفخر على الله وعلى اليوم عايشين هنا ان شاء الله يا رب خير. بكت بقاح بشي كل شيء ما عندي لا قاح لا سنتيم واحد بالعراق 60 ما عندي سنتيم لا شو وقت عندي سنتيم بالعراق لا اقول ذاك يوم بالقناه العراقيه ذا ما يبدون خلي يطلعون اقول يا مريضك انت مو عراقي ويلا شق الجنسيه مستعيده شقها وذبها وانا مو عراقي ليه ما نطيك حقوقك؟ ما عندي حقوق عندي 6 جوال وانا مرتي 8 شاط وانا توجي الله يعينكم حياك الله عمي اسف والله اعذرني يا يابا اسف ما ادري تعذرني كلش والله اسف الله كريم جدا عفو الله كريم الحمد لله وشكر لا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر الف الحمد لله انا اسف اعتذر منك ما ارتبت شيك والله اسف جدا منك اعتذر هي حياتنا هي شيء والله لعنة الله على كل فاسد لعنة الله على كل واحد باقي العراق لعنة الله على كل واحد دل الناس سداد عينكم علينا شوي هم نقول هذا بخيل قطية رعاية راتب الشي خطي هذا مسكين هذا ماكو رحت على رعاية يقول ما يشملك اروح على اعطيني على عمل يقول لي عمرك كبير ما يصير اعطيني على 30 وجوا يا معود 25 سنة رعاية ياخذون 30 سنة ياخذون رعاية هاي كلها تتاخذ زين واحنا ما ابو من عمر؟ ابو يوسف ابو يوسف انا هنا وين دائما تتواجد؟ انا هنا باب الشرطي ابتر اما ابتر وانا محلي هنا معروف منطقة البنارة حلاقة ابو يوسف كنت حلاقة هنا نعم يعرفوني هنا المخزن مالنا هنا واشتغل هنا ولد اسمه امير المياحي الله كريم الله يعينك عمي ان شاء الله ربي نشوف الله يحفظك قادمك افضل ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك ويحفظ العراق ان شاء الله ممنون جزيل الشكر الله يسعدك